الفيديو اللي خرج به رفيق بوكر هو اللي ان كيسو صنعه ديال المسجد فهمتي ما كيخا هو خلط كلشي دار كلشي دقه واحده فهمتي ماشي هو خدا واحد النظره ان راه الجامع ماشي بحال البار هو بحال الظروف فالجائحه هو خلط كلشي دقه واحده فهمتي هذا هو المشكل اللي كان هو كنتمناو بانهم ياخذوا مع طبقوا مع القانون صافي ما كيبان ليا بان داك الشيء اللي غادي مقدر هو في كاين مضمون هو ان خصو يعطيو شي عقوبه تكون خاصيه بعدا باش يتحمل الذنب اللي دار هذا هو اللي كاين ما هو اي فنان كيطيح من القيمه ديالو ملي كيخرج بحال ما هكا في التصرفات والفيديوهات ان كيطيح من السمعه ديال الممثلين فهمتي هذا هو اللي كاين هو كيبقى فيك الوليدات ديالو وداك الشيء هو اللي كيبقى فيك هو دابا هو دار هذا الفيديو ما خدامش مالمون بنادم سكران فهمتي ما خصناش ناخذو بالراي ديال اقوال السكير لا يعتد بها هذه قانونيا يعني فهمتي و البنادم اللي شارب راه تيكون مرفوع عليه القلم ما خصناش نحكرو عليه وراه هو كيبقى بنادم وراه كلشي معرض للخطا المغاربه تيقول لك اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه بحال اي واحد يقدر يتحط في ذاك الموقف ويقول اي حاجه حيت بنادم راه قلت لك سكران راه ماشي نورمال كون كان نورمال نقدروا نديو على هضر شوف بنادم سكران ما عندناش علاش نحكرو لا ما يمكنش غادي نتابعوه على شي حاجه اللي بصح هو ما كانش عاقل ما كانش في الوعي ديالو هادشي اللي كاين بصح هاد السفيه هذا هو عصب الرويبده يعني ولا ملهب بوادب كيهضر في امور الدين كيهضر في امور العامه لطفي هاد عبد سميت كنعتبرونا نكره لان مجرد انك تنطق الاسم ديالو بحد ذاتها راه كتعطي واحد لا فالور لو انه ما لاقيش واحد الجهات اللي كتدعمه وكتشجع على انه يقول داك الشيء اللي كيقول ما غاديش يقول ولو انه عارف بان انفو غادي يقول واحد الكلمه غيزدري فيها الرسول صلى الله عليه وسلم او الدين بصفه عامه لو انه عارف اش غايقولوا غيكون واحد بدع ما كانش غادي يقولها لا هو ولا واحد وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راه في العهد ديالو وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازدراءات كثيره وسخريه كثيره من الدين ومن الاعلام ديالو ورغم ذلك ما كانوش حنا كنشهروهم بطريقه غير مباشره اللهم نغضوا الطرف عليهم نغضوا الطرف وميم طون الجهات المسؤوله اللي هي عندها غيره على المسيحيه وعندها غيره على اليهوديه وعندها غيره على ليطرونجي اللي كيدخلوا عندنا هنا خاص تكون عندها غيره بالاساس تكون غيره على الدين ديالنا وكنتمنوا من الله الخير المسؤولين كنتمنوا انهم يتجردوا من هذيك التبعيه فهمتيني ويضربوا بيد من حديد على اي واحد غادي يسب الرسول او غيسب واحد من الصحابه او غيزدري بالدين ديالنا لان الدين ديالنا راه يعلو ولا يعلى عليه كيف قلتي في حاله السكر يعني بنادم لا غلط راه في حاله السكر يعني ماشي في الوعي ديالو فهمتيني يعني ان الله غفور رحيم راه اي واحد كيغلط ولكن هو في حاله السكر ماشي في الوعي ديالو اللي غادي يدير هذه المشكله هذا يعني عادي ماشي في الوعي ديالو اذا انت واش مع المتابعه القضائيه اللي طالبوا بها المواطنين المغاربه ولا ضد هو غادي يتابعوا القضاء راه غادي تكون شي مخالفه غتكون شي حاجه ولكن ان الله غفور رحيم اش غادي نقول لك هو جات شوف خلي انا بالنسبه ليا يبقى منه المولاه حنا كشعب وحنا كعبد ما عندناش بتاتا الحق باش نغضوا لان كيوقعوا شي حوايج كثار من داكشي اللي دار هذا الفنان ديالنا رفيق بوكر وكيف ما كاش غادي نقول لك كيف ما غادي نحكموا عليه خاصنا نحكموا على بزاف الناس نقولوا الله يحسن نقدر نقول لك ما كانش في الوعي ديالو بصح غلط وما كانش خاصو يقول داك الكلام وما كانش خاصو يقول داكشي لانه كيمس بالشرف ديالنا وبالدين الاسلامي ديالنا في اول حاجه ولكن اش غادي نقول لك حنا كشعب وكعبد ما عبد الله سبحانه وتعالى راه ما غاديش نقدروا اخويا نحكموا على شي حاجه لان نخليه منه اللعب هو بصح واش هادشي اللي كاين اخويا بالنسبه ليا قلت لك شوف انا ان الله غفور رحيم راه ربي وكيسامح العباد ديالو راه الناس ما كتخلي ما كدي غا صاحبي وكدي اموال الناس وما كديو في الاخر كيتوب الله وكيقبل منه التوبه شكون حنا اللي عبد ضعيف قدام الله ما غاديش نسمحوا وغادي نغفوا غادي دازو شي الا كانت اليوم فضيحه رفيق بوكر حنا راه كل نهار كل دقيقه كل ساعه كنشوفوا 100 فضيحه في الساعه ولكن انا بالنسبه ليا راعي ولدك الوليدات ديالو وهذا هو كيقول لك انا غلط وانا كنتحمل مسؤوليه هذا الموضوع وان الله غفور رحيم شنو الرساله اللي توجهها لرفيق بوكر اش غادي نقول لك رساله اللي نقدر نوجه ليه هو الانسان هو شوف كيف ما كنقولوا انه ماشي انسان عادي راه تابعك واحد راه عندك واحد السميه ديال رفيق بوكر لان 40 مليون نسمه في المغرب كلها كتعرفك بنادم يرد البال التصرفات ويرد البال مع من كيريح مع من كيخرج
اي حاجه يغطي البال باش يتفادى بزاف هاد المشاكل. دابا هو كان ما كانش في الوعي ديالو قالوا شوف اليوم اش فيه لقى راسو. علاش؟ بسبب حنا دابا صعيبه ولات اي حاجه بلي فهاد لي ريزو سوسيو تقدر تطلع لك اي حاجه. تقدر تكون غاديها في الزنقه وانت ما كتقول لا انا غير كندوي بنادم. اول حاجه يرد بال فمو شنو كيقول ويعرف مع من غادي يريح ويعرف مع من غادي يخرج. وبنادم من الاحسن الا كان بغى يتجمع مع شي واحد فهاد الوقت يتجمع مع عائلته وحبابه ومراته كيف ما بقى في الدار. وشكرا كيما الناس وما كانش يصرح بهذاك التصريح كيسب كيستهزئ بالدين. ما خصوش يصرح هذاك التصريح كاع وحنا كنستنكروا هذاك التصريح. ويعني واخا هو في حاله سكر يعني ماشي بحالته الطبيعيه ماشي بحال وحتى الفطره ديالنا هنايا واخا تكون سكران واخا تكون متنوق ما غاديش تخليك تستهزئ بالدين. واخا تكون في سكران كاع الفطره ديال داكشي عندنا حنا في الجينات ديالنا ما غاديش تستهزئ بالدين ولا غتستهنى بشي بالامام ولا غتستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا خاصو الحبس السجن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.